استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير سعادة السيد مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى المملكة. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالسفير الياباني، واستعرض جلالته معه مسار العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور في المجالات المختلفة، وذلك بفضل حرص البلدين الصديقين على تنميتها. معربا جلالة الملك المعظم عن تقديره لما يبذله السفير الياباني من جهود طيبة في توثيق وتطوير العلاقات البحرينية اليابانية والدفع بها إلى آفاق أرحب، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. من جانبه أعرب سفير اليابان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة لما يليه جلالته من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة التاريخية المتميزة وتنمية آفاق التعاون الثنائي مع بلاده على كافة المستويات.